بمشاركة الكثير من أبناء الرعاية في فلسطين وبتنظيم من الأمانة العامة للشبيبة في فلسطين. أقيم في كنيسة سيدة البشارة ببيت جالا لقاء الصلاة الشهري، وذلك تحت عنوان لا تترك أمك. المزيد مع مندوبتنا في القدس مارلين الحدوة. أقامت الأمانة العامة لشبيبة موطن يسوع في فلسطين في الشهر المكرم لأمنا مريم العذراء الشهر المريمي لقاء الصلاة الشهري في كنيسة سيدة البشارة، وحمل هذا اللقاء عنوان لا تترك أمك بمشاركة الشبيبة من مختلف الرعاية، بالإضافة إلى عدد من الراهبات والكهنة وطلاب المعهد الإكليريكي وأبناء الرعية. تخلل هذا اللقاء صلاة المسبحة الوردية التي تليت بكل خشوع من قبل أبناء الشبيبة، وأيضاً عدة تأملات لأمنا مريم العذراء وتراتيل مريمية بصوت الشماس وجدي سهاونة ويزن بدر والشماس مايكل. كما تم عرض فيديو يحاكي دور مريم العذراء لحياة بعض القديسين، تلا ذلك إقامة دورة في داخل الكنيسة حيث حمل تمثال العذراء مكللا بالورود تكريما لها في شهرها المريمي. ساعدني أن أكون إنسان أفضل وإنسان أتواضع أكثر. بطبيعة نشاطاتنا بلجنة الصلاة كل شهر منسوي نشاط برعية مختلفة. هذا الشهر رح نسوي نشاط اسمه ما تترك أمك برعية بيت جالا بكنيسة سيدة البشارة. النشاط رح يركز على دور وأهمية مريم العذراء بحياتنا إحنا كمسيحيين. بالعادة دور مريم العذراء مرات بكون مهمش، أو إحنا ما بنلتجئ لإلها وما بنطلب شفاعتها وما بنعطيها دور كبير بحياتنا. فهذا النشاط رح يركز على مريم العذراء ودورها الكبير، كيف هي ساعدت ناس كتير وقديسين كتير ليوصلوا للقداسة، وإحنا برضو إذا بنلتجئ لإلها ممكن تساعدنا. وإحنا اليوم تكريماً لشهر المريمي وتكريماً للعذراء إحنا عنا لقاء للجنة الصلاة اللي بنعمل كل شهر في رعية ما، والشهر هذا عاملينه في رعية بيت جالا في كنيسة البشارة. هذا اللقاء من كرمه لمريم العذراء اللي في كتير ناس عم بيبعدوا عنها، اخترناه في شهر العذراء لأنه هو الشهر المكرس للصلاة للمسبحة الوردية، ونتمنى أن الكل يصير يقترب من العذراء. وإحنا جينا من كل المناطق عشان نصلي مع بعض ونحتفل مع بعض بعيد العذراء، في نفس الوقت أنه أمنا العذراء بتحمينا بتصوننا بتدير بالنا علينا وين ما كان. والحلو في الموضوع جينا من أماكن مختلفة، عبرنا كل المناطق عشان نجتمع مع بعض ونصلي مع بعض. وصلاة المسبحة هي صلاة قوية جداً وهي بتحمي الجميع، وياريت كلنا نصلي المسبحة لو إنه بيت على نية كل شخص بحاجة لصلاة، وكلنا أظن بحاجة لصلاة. وبهني الجميع إنه عنا أم حنونة، أم الكون، أم النور، اللي هي أمنا كلياتنا وما بتفرق أي حدا فينا، وبتحبنا بكل عباتنا، بتحبنا بكيف ما إحنا. وخلينا نتعلم المحبة والتواضع من أمنا العذراء عليها السلام. وفي نهاية اللقاء أعطيت البركة من الأب حنا سالم، وبعدها أقيم حفل استقبال في ساحة الكنيسة وأخذ صور تذكارية لشبيبة موطن يسوع. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة البشارة بيت جاله.